بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم تلاميذي الأعزاء، تلاميذ صف رابع ابتدائي. أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، وما زلنا مع المحور الثاني بعنوان علاقاتي مع الآخرين، والموضوع الأول أنا لست وحدي. ودرسنا اليوم هو نص معلوماتي بعنوان طائر النورس. أهدافنا في هذا اليوم كالتالي: في نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرا على أن يتعرف طائر النورس وبيئته التي يعيش فيها، يوضح الفكرة الرئيسة للنص، يذكر الفكر الفرعية للنص، يستنتج علامات رفع المبتدأ والخبر إذا كان مثنى، يعرض مهارات الكتابة الأساسية. فلنبدأ الدرس الآن. أولا، انظروا أحبائي إلى هذه الصور. ماذا ترون؟ نرى بعض صور للطيور. هل تعرف هذه الطيور؟ إذا كنت تعرف هذه الطيور، فكر معي في أسمائها، وسأعرضها عليكم طائرا طائر. هذا يسمى ببغاء. يسمى ببغاء، وهذا طاووس. هذه الطيور معروفة بشكلها الجميل وألوانها الزاهية. هذه دجاجة. هذا طائر البط وله أنواع كثيرة. هذا هو طائر النورس الذي سندرسه اليوم. أما الأخيرة هذه فهي لطائر النعام. فالطيور كثيرة جدا، وعالم الطيور عالم واسع. هناك بعض العلماء تخصصهم دراسة الطيور، بل البعض يدرس نوعا واحدا فقط من الطيور. إذن فهي موضوع كبير، ولكننا اليوم سندرس طائرا واحدا فقط وهو النورس. بداية، كما تعودنا سيقابلنا بعض الكلمات تحتاج إلى تفسير، وقد تعودنا أن نستنتج المعنى لا نحفظه. وهذه الكلمات التي في العمود الأيمن ستقابلنا في النص المكتوب والذي سنقرأه معا. كلمة يعينها وأصلاب وتنم وتربيت وهكذا. وهذه الجمل من خارج النص، هذه الجمل في سياق آخر غير النص الذي سيعرض عليكم، لكننا نتعلم فيها استنتاج المعنى. نبدأ أولا بكلمة يعينها. الجملة: تحافظ أختي على صلاتها ويعينها أبي على ذلك. فكرتم في المعنى؟ نحاول أن نستنتج المعنى من الجملة: تحافظ أختي على صلاتها ويعينها أبي على ذلك. فما معنى يعينها في هذه الجملة؟ هي معناها يساعدها، أي بمعنى يذكرها بموعد الصلاة وهكذا. إذن فيعينها معناها يساعدها. كلمة أسراب: ما معنى كلمة أسراب؟ فلنقرأ الجملة ولنستنتج المعنى. ما أجمل أسراب الطيور في السماء. ما أجمل أسراب الطيور في السماء. فكروا معي واستنتجوا معنى كلمة أسراب. بالطبع إنها مجموعات أو جماعات. كلتا الكلمتين صحيح. تنم. فلنقرأ الجملة: رسوماتك تنم عن موهبة حقيقية. رسوماتك تنم عن موهبة حقيقية. فما معنى كلمة تنم؟ فكروا معي. تنم أي تدل،
أي أن رسوماتك تدل على موهبة حقيقية. هذه الكلمة جديدة عليكم، تنم بمعنى تدل. تربيت، ما معنى كلمة تربيت؟ فلنقرأ الجملة: تهدئ الأم طفلها بالتربيت على كتفه. تهدئ الأم طفلها بالتربيت على كتفه. يمكننا استنتاج المعنى: عندما يكون الطفل خائفا فالأم تقوم بالترتيب على كتفه. فما معنى تربيت؟ هي ضرب لطيف، تقوم الأم بالتربيت على كتفه، أي ضرب خفيف باللغة العامية بالطبطب عليه. يعاود، ما المقصود بكلمة يعاود؟ بالعزيمة والصبر يعاود الإنسان عمل ما أخفق فيه. بالعزيمة والصبر يعاود الإنسان عمل ما أخفق فيه. فما معنى كلمة يعاود؟ فكروا قليلا. يعاود أي يكرر، أي بالعزيمة والصبر يكرر الإنسان عمل ما أخفق فيه لعله ينجح، وبالتأكيد مع التكرار والإصرار سينجح. يتتبع، يتتبع. فلنقرأ الجملة: يتتبع صديقي أحمد كل أخبار الرياضة. يتتبع صديقي أحمد كل أخبار الرياضة. فما المقصود بكلمة يتتبع؟ إنها يسير في إثرها، أي يتابعها خبرا وراء خبر، كالذي يتتبع أثر السائل في الصحراء مثلا. كلمة بنية، كلمة بنية لممارس الرياضة، بنية قوية لممارس الرياضة، بنية قوية. فما المقصود بكلمة بنية؟ بنية بمعنى بناء، أي لممارس الرياضة بناء قوي، أي جسمهم جسم قوي. والآن لنبدأ الدرس. الدرس عنوانه كما تعرفون وكما هو ظاهر أمامكم طائر النورس. فلنستمع إلى الدرس. كما ترون هذه صورة متحركة لطائر النورس وهو يطير كما فوق البحر أو على شاطئ البحر. للطيور المائية صفات محددة تساعدها على السباحة والغوص تحت الماء. تعيش هذه الطيور في مجموعات كبيرة، وذلك يعينها على حماية نفسها من الحيوانات المفترسة، وتعد النوارس من أكثر عائلات الطيور انتشارا في العالم. عرفنا أن النورس من الطيور المائية. ما معنى الطيور المائية؟ أي تعيش على شواطئ البحار والأنهار. وعرفنا أن أيضا من خلال هذه الفكرة جمع كلمة النورس، فجمعها النوارس موجودة هنا. فلنكمل الدرس لنفهم أكثر. النوارس من الطيور المائية التي تفضل العيش بمستعمرات والذهاب إلى السواحل شتاء في أسراب. النورس له جناحان كبيران ورأس ومنقار كبيران وعنقه قصيرة. لدى النوارس أجسام قوية وأقدام مستوية، وله أجنحة رشيقة وأصوات صاخبة. عرفنا الآن معلومات جديدة عن النورس، فتفضل العيش بمستعمرات، أي بتجمعات كبيرة. دائما في الأماكن التي فيها طائر النورس نجد أنها تعيش في تجمعات كبيرة، هذا التجمع يسمى مستعمرة. تذهب إلى السواحل شتاء
في أسراب إذا نجدها عند في شواطئنا في مصر، نجدها في على شواطئ البحر أو على مصب نهر النيل في دمياط ورشيد مثلا، سنجد النورس بكثرة في الشتاء في هذه الأماكن. وهذا وصف لطائر النورس، له جناحان كبيران ورأس ومنقار كبيران أيضا، وعنقه قصيرة كما هو ظاهر في الصورة أمامكم. لدى النوارس أجسام قوية وأقدام مستوية، انظروا إلى أقدامه، مثل تشبه أقدام البط. وكل الطيور المائية أي التي تعوم تطير أحيانا وتعوم على سطح الماء أحيانا، لها أقدام مثل هذه الأقدام حتى لكي تساعدها على السباحة فهي تجدف بها. وله أجنحة رشيقة وأصوات صاخبة أي أصوات عالية قد تكون مزعجة في بعض الأحيان. يعد النورس من الطيور الذكية، ومن تصرفاته التي تنم عن هذا الذكاء تربية التربة بأقدامه كي يخدع الديدان الموجودة فيها بأن المطر يهطل فتخرج ليلتقطها وهو يأكلها. إذن فهو فعلا طائر ذكي، لقد ألهمه الله هذا الذكاء لكي يستطيع الحصول على الغذاء، فهو يقوم بتربيط التربة أي أنه يضربها ضربا خفيفا بأقدامه فتخدع الديدان التي الموجودة في التربة فتظن أن المطر قد هطل فتخرج ليلتقطها ويأكلها. يتغذى النورس على الأسماك والديدان والحشرات الموجودة بالبحيرات، وله طريقة عجيبة في صيد الأسماك حيث يطير فوق الماء، وله قدرة على رؤية الأسماك تحت الماء فينزل ليصيدها بمنقاره الطويل ثم يعاود الطيران، كما أنه يتتبع مراكب الصيد ليأكل بقايا السمك. الصيادون الذين يعيشون بالقرب من سواحل البحار يعرفون هذا الطائر، دائما كلما رأى مركب صيد يذهب إليها فيقذفون له بعض الأسماك الصغيرة ليلتقطها وهو سعيد بذلك وهم أيضا سعداء بذلك. الآن عرفنا معلومات قيمة وجديدة بالنسبة لنا عن طائر النورس. نبدأ الآن حل الأنشطة. كلا هناك أيضا هناك بقية. طائر النورس، وهذا وقد اكتشف العلماء أن للنورس عدة أساليب للتواصل من خلال حركات بجسمه أو التحليق بأسلوب محدد، ولديه بنية مجتمعية قوية تعمل بفاعلية ضد الحيوانات المفترسة. كما ترون في الصور هذه أنواع مختلفة من النوارس، فالنورس ليس نوعا واحدا بل عدة أنواع. اكتشف العلماء أن للنورس عدة أساليب للتواصل، يعني للتواصل قد يكون تواصل بالصوت أو بالحركة أو من خلال حركات بجسمه أو التحليق بأسلوب محدد، حتى طريقة الطيران فهو يرسل بها رسالة لطائر آخر. ولديه بنية مجتمعية قوية، أنهم عندما يعيشون في مجموعات فهم يساعدون بعضهم البعض لحماية أنفسهم ضد الحيوانات المفترسة. فالتجمع قوة والاتحاد قوة كما نعرف. تعد اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تعد نقط من أكثر عائلات الطيور انتشارا في العالم، هل هي التماسيح أم النوارس أم الصقور؟ بالطبع كما درسنا إنها النوارس. تعيش النوارس نقط في مجموعات صغيرة أم بمفردها أم في مجموعات كبيرة؟ بالطبع قرأنا أنها تعيش في مجموعات كبيرة. يتميز طائر النورس بصوته الهادئ أم منقاره الكبير أم أقدامه غير المستوية؟ تذكروا معي.
بالطبع منقاره الكبير وصوته صاخب وأقدامه مستوية فتشبه أقدام البط. فلنعرف فلنكمل هذه المفردات. مرادف يساعدها ومرادف أي معنى؟ مرادف يساعدها يعينها. مضاد كلمة تدخل، كلمة سهلة بالطبع إنها تخرج. جمع كلمة سرب، فكروا فيها قليلا. كلمة سرب جمعها أسراب. النورس طائر له، إنه يريد صفات أو الصفات الجسمية لطائر النورس. له جناحان كبيران ورأس ومنقار كبيران وعنق قصيرة وأجسام قوية وأقدام مستوية. هل تعرف أنواع أخرى من الطيور المائية؟ فلنقرأ السؤال جيدا، لم يقل أنواع من الطيور بل قال الطيور المائية، أي أنه يريد أسماء الطيور التي تعيش على سواحل البحار أو الأنهار، فهي تطير أحيانا وتسبح فوق سطح الماء أحيانا أخرى. هل تعرفون؟ إنها مثلا البطريق، البجع، البط، الإوز، اللقلق، هذه أنواع من الطيور المائية. فلنكمل الأنشطة. هذه الكلمات تعينها تنم أسراب تتتبع تتبع تتبع تتبع. هذه الكلمات مرت علينا في النص، وهذه عبارة جديدة نريد أن نضع هذه الكلمات في مكانها صحيح لنعرف مدى فهمكم لهذه الكلمات. اعتادت هندو أن تذاكر دروسها مع صديقتها إيمان، فهي نقط على الحفظ والفهم. فهي تعينها على الحفظ والفهم، فعلاقتهما نقط عن صداقة حقيقية. فعلاقتهما تنم، أي تدل على صداقة حقيقية وحب كبير يجمعهما، ودائما ما كانتا تحبان نقط الطيارات الورقية. تتبع الطيارات الورقية والنجوم ونقط الحمام الكثيرة. بالطبع الحمام يطير في أسراب، وأسراب الحمام الكثيرة التي تحلق في السماء، فهما تتمتعان كثيرا بهذا المنظر. الآن وصلنا إلى الأساليب، أي القواعد النحوية. الجملة الاسمية درسناها من قبل، وعرفنا أنها تتكون من ركنين أساسيين، هما المبتدأ والخبر. ما هو المبتدأ؟ المبتدأ هو الاسم الذي يقع في أول الجملة الاسمية، الاسم الذي يقع في أول الجملة الاسمية ونسميه مبتدأ. وما الخبر؟ الكلمات التي أتمت معنى الجملة تسمى خبر، فبدونها الجملة غير مفهومة، الجملة ناقصة. علامة رفع المبتدأ والخبر هي، درسناها في الحصة السابقة، الضمة. إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، إذن فيرفع المبتدأ بالضمة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. إذن هذه معلومة جديدة نؤكد عليها، أو عرفناها من قبل لكننا نؤكد عليها، ونعرف أن رفع يرفع المبتدأ والخبر بالضمة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما. فلنكمل الأنشطة. انظروا معي إلى هذه الجمل.
لاحظ واكتشف، اقرأ ولاحظ ثم املأ الجدول. الولدان محبوبان، الفتاتان صادقتان، الكتابان مفيدان. هذه الجمل الثلاث تدل على مثنى، فلنجب عن المطلوب في كل جملة. الولدان محبوبان، المبتدأ هنا هو طبعا إنها الولدان، والخبر محبوبان، نوعهما مثنى، علامة الرفع الألف. هذه علامة جديدة، في الحصة السابقة درسنا أن المبتدأ والخبر يرفعان بالضمة في ثلاث حالات، إذا كان مبتدأ، إذا كان مفردا، أو جمع تكسير، أو جمع مؤنث سالم. أما اليوم فالمبتدأ والخبر مثنى، هذا درس جديد، مثنى. وعرفنا الآن أن علامة رفع المثنى الألف كما هو موجود في الجدول. طيب، بعضكم يقول والنون، النون ليس لها علاقة بالإعراب الولد. فعندما قد عرفنا سابقا في سنوات سابقة، إذا أردنا أن نحول المفرد إلى مثنى فنضع ألف ونون أو ياء ونون. هنا الألف والنون هي تدل على المثنى، أما الإعراب فبالألف، النون ليس لها علاقة بالإعراب، والنون هنا مكسورة، أيضا هذه الكسرة ليس لها علاقة بالإعراب. فهنا فعلامة الرفع هي الألف وليست النون، وليست الألف والنون، الألف فقط. الفتاتان صادقتان، المبتدأ الفتاتان، الخبر واضحة أمامكم، بالطبع إنها صادقتان. نوعهما مفرد أم مثنى أم جمع؟ بالطبع إنها مثنى. علامة الرفع كما قلت منذ قليل الألف. الكتابان مفيدان، دائما نون المثنى مكسورة، ولكن هذه الكسرة كما قلت ليس لها علاقة بالإعراب. الكتابان مفيدان، المبتدأ هو الكتابان، الخبر مفيدان، نوعهما مثنى، علامة الرفع الألف. فقد عرفنا الآن علامة جديدة من علامات رفع المبتدأ والخبر، فهي الألف إذا كان مثنى، فيرفع المبتدأ والخبر بالألف إذا كان مثنى. فالنشاط الآخر أو القادم سيؤكد ما تعلمناه. انظروا، اقرأ وصل كل كلمة بما يناسبها لتكون جملة مفيدة، ثم أعد كتابتها مرة أخرى. أمامنا في العمود الأيمن الطائران، الدرسان، السفينتان، السباحان، وفي العمود الأيسر مفهومان، ماهران، كبيرتان، مغردان. فهمت المطلوب؟ اقرأ وصل. قرأنا وسنصل. بعد أن نصل ماذا سنفعل؟ سنعيد كتابة الجملة. المطلوب أن نكون جملة مفيدة، أي جملة لها معنى. الطائران، الطائران مغردان، الطائران مغردان، هذه هي الجملة، الطائران مغردان. الدرسان، الدرسان بالطبع إنها مفهومان، الدرسان مفهومان، كتبناها. السفينتان، لاحظوا أن المثنى هنا مؤنث، كيف عرفنا أنه مؤنث؟ بسبب التاء الموجودة قبل الألف والنون. السفينتان بالطبع الخبر أيضا يكون مؤنثا، فإذا كان المبتدأ مؤنث فالخبر مؤنث.
السفينتان كبيرتان، كتبناهما السفينتان كبيرتان، لم يبق إلا السباحان ماهران. وهذه هي الجملة. ماذا استنتجنا؟ استنتجنا أن علامة رفع المبتدأ والخبر هي الألف. نستنتج أن علامة رفع المبتدأ والخبر الألف إذا كان مثنى. هذه علامة جديدة درسناها اليوم. فلنكمل هذا النشاط لنؤكد هذا المفهوم مرة أخرى. أكمل بخبر مناسب ثم ارسم دائرة حول علامة الرفع. الهاتفان جديدان. يمكنكم أن تأتوا بكلمات أخرى، الهاتفان كبيران، الهاتفان حديثان، أي كلمة صحيحة. الهدفان رائعان. أحسنتم. الجملتان مفيدتان. العصفوران مغردان. هذا هو المطلوب الأول، أكمل بخبر مناسب، وقد أكملنا بخبر مناسب. يمكنكم كما قلت أن تأتوا بكلمة أخرى، المهم أن تناسب المبتدأ. المطلوب الثاني، أرسم دائرة حول علامة الرفع. ما هي علامة الرفع هنا؟ هل هي الضمة؟ الألف؟ النون؟ الألف والنون؟ ها؟ أسماءكم تقولون إنها الألف. أحسنتم أعزائي، فعلا إنها الألف، الدائرة على الألف فقط. علامة الرفع هنا في المبتدأ والخبر هي الألف كما ترون أمامكم. نشاط آخر، استعن بالجمل التي أمامك في تذكر علامة الرفع ثم املأ الجدول. أمامنا جمل، منها المفرد ومنها المثنى ومنها جمع التكسير ومنها جمع المؤنث السالم، فلنستنتج علامة الرفع. الجملة الأولى، العلم حياة. العلم حياة، ما النوع هنا؟ بالطبع إنها مفرد، والمفرد يرفع بالضمة، إذن فهي مفرد وعلامة الرفع الضمة. المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة في هذه الجملة. العالمات نابغات. العالمات نابغات، هذه الجملة ما نوعها؟ إنها جمع. أي أنواع الجمع الثلاثة؟ لقد درسنا ثلاثة أنواع للجمع، جمع التكسير، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم. أي نوع أو أي نوع من أنواع الجمع هنا؟ أحسنتم، إنها جمع مؤنث سالم. وما علامة الرفع؟ قلناها منذ قليل، الضمة. طيب، الجملة الثالثة، العلماء أذكياء. هذه الجملة أيضا جمع، لكنها نوع آخر، أنواع الجموع. ما نوع هذا الجمع؟ سنتم، جمع تكسير. ما علامة الرفع هنا؟ أيضا الضمة كما قلت منذ قليل، فعلامة رفع المبتدأ الضمة إذا كان مفردا أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. الجملة الرابعة، القولان بليغان. القولان بليغان، هذا درسنا اليوم، إنها مثنى. وما علامة رفع المثنى؟ الألف. أحسنتم، لقد عرفتم الآن وتأكدتم من درس اليوم علامات رفع، علامات رفع المثنى أو المبتدأ والخبر إذا كان مثنى. فلنكمل الأنشطة ليزداد تأكيدنا عليها. ضع خطا تحت الجملة الصحيحة. إنني أرى الجمل كلها مكررة، هل هي مكررة بنفس الكيفية
لا، هناك اختلافات، فكل جملة مكتوبة 3 مرات، لكن واحدة منها هي صحيحة. فلنقرأ الجمل بالتشكيل كما هو واضح أمامكم. الأرقام متصاعدة، الأرقام متصاعدة، الأرقام متصاعدة. الجملة الأولى: الأرقام متصاعدة، هناك ضمة فوق الميم في كلمة الأرقام، وتنوين بالفتح على في آخر كلمة متصاعدة. والثانية: الأرقام كما هي في ثلاث جمل، متصاعدة في الجملة الثانية، ومتصاعدة في الجملة الثالثة. أيهما صحيح ولماذا؟ بالطبع إنها الجملة الثالثة هي الجملة الصحيحة. لماذا؟ لأن المبتدأ فيها مرفوع بالضمة كما ترون الآن، الضمة على الإيه؟ عن فينها في آخر المبتدأ، والضمة في آخر الخبر، هي تنوم بالضم تسمى ضمة. فلننظر إلى الجملة الثانية: الحقيبتان ثقيلتين، الحقيبتان ثقيلتان، الحقيبتين ثقيلتان. أي الجمل الثلاث صحيحة؟ الحقيبتان مرفوع بالألف، ثقيلتين لا يوجد هنا ألف، هذه ليست صحيحة. الحقيبتان مرفوع بالألف، ثقيلتان مرفوع بالألف، يبدو أنها صحيحة. فلنقرأ الثالثة: الحقيبتين مبتدأ بالياء. لا، هذه خطأ. إذن فهي الجملة الثانية: الحقيبتان ثقيلتان، وهل أنها مثنى؟ والمثنى يرفع بالألف كما نرى. الحقيبتان ثقيلتان. الجملة الثالثة: القلوب نابضة بالكسر، القلوب نابضة بالفتح، القلوب نابضة بالضم. القلوب كما هي في الثلاث جمل، مبتدأ مرفوع بالضم، أما الاختلاف في الخبر، نابضة أم نابضة أم نابضة. بالطبع إنها الثالثة لأنها المبتدأ مرفوع بالضمة، والخبر أيضا مرفوع بالضمة. القلوب جمع تكسير كما تعرفون. المهندسات فلنقرأ الجمل الثلاثة: المهندسات بارعات، المهندسات بارعات، المهندسات بارعات. أيهما صح؟ أيهما الأصح؟ بالطبع الأولى خطأ لأن المبتدأ هنا مكسور، خطأ. الثانية: المهندسات بارعات. طب نقارن بينها وبين الثالثة: المهندسات بارعات. لا، هنا في هنا خطأ. إذن الجملة الثانية هي الصحيحة لأن المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والخبر أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. هذا السؤال تأكدنا منه أننا فهمنا. هناك سؤال آخر: اختر الإجابة الصحيحة مما بين قوسين. طبعا هنا مكتوب المبتدأ وأنت ستكمل بخبر من بين القوسين. الرسالتان طويلان أم طويلتان أم طويلتين؟ بالطبع طويلتين مستبعدة لأنها ليست بالألف. طيب، طويلان أم طويلتان؟ الكلمتان مرفوعان بالألف، لكن الرسالتان مثنى مؤنث، فالخبر يجب أن يكون مثنى مؤنثه أيضا. إذن فالجملتان طويلتان مرفوع بالألف وأيضا مثنى، لأن الخبر يطابق المبتدأ في التذكير والتأنيث. الكلمة نور أم نورا أم نور؟ بالطبع الكلمة نور، لأن الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الأشجار مثمرة أم مثمرة أم مثمرة؟ أصبحت الآن سهلة، بالطبع إنها مثمرة فهي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المنصات
المنصتات، المنصتات أي اللاتي يستمعن ويفهمن الدرس جيدا. المنصتات مستفيدات أم مستفيدات أم مستفيدات؟ هذه الكلمة بالكلية هي خطأ. الأولى والثانية، الأولى أم الثانية؟ بالطبع إنها الثانية، المنصتات مستفيدات، لأنها مبتدأ مرفوع بالضمة والخبر أيضا مرفوع بالضمة. الآن جئنا للإملاء. جهزتم الورقة والقلم. سأملي عليكم عبارة قصيرة وسأقول كل كلمة مرتين. فلنبدأ الآن. جاهزون؟ فلنبدأ. تسهم، تسهم الطيور، الطيور في حماية الأراضي، في حماية الأراضي. الزراعية، الزراعية من الحشرات، من الحشرات. والديدان، والديدان. والقوارض، القوارض. فصل منقوطة، لأنها تتغذى، تتغذى عليها. نقطة. هذه هي العبارة، سأقرأها مرة أخرى لتتأكدوا مما كتبتموه. تسهم الطيور في حماية الأراضي الزراعية من الحشرات والديدان والقوارض لأنها تتغذى عليها. فلنعرض الآن العبارة لتصححوا أخطاءكم. كما تعرفون الطيور في حماية الأراضي الزراعية تتغذى، تتغذى هنا بالألف. لاحظت أننا نطقنا الكلمة، نطقت آخر الكلمة مد ألف، لكنها كتبت بالياء، فهذه تسمى ألف لينة، أي أنها تنطق ألف وتكتب ياء. أما كلمة الأراضي فهي ياء آخر الكلمة، تكتب ياء وتنطق ياء. لاحظنا هنا كلمة الديدان تنتهي بألف فنون، هل هذه الكلمة مثنى؟ لا، ليست مثنى، فليس كل كلمة تنتهي بألف ونون فهي مثنى، فكلمة الديدان تدل على جمع. ما نوع الجمع هنا؟ جمع وتكسير. أحسنت. هذا النشاط كان آخر نشاط في درسنا هذا. كان معكم الأستاذ محمد أبو حمود، مع تمنياتنا بالتوفيق والإدارة العامة للمحتوى التعليمي. والسلام عليكم ورحمة الله.